صباح النور من جديد مشاهدينا. بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19 مرتين في فرنسا، يومياتها بين حجرين صحيين وعزلتين وثقافتين مختلفتين بين تونس وفرنسا، قررت جمعها في كتاب جداريات العزلة. تخبرنا عن هذا الكتاب الروائية فتحية دبش مباشرة من مدينة ليون في فرنسا. نقول صباح النور فتحية. صباح النور لكم جميعا، صباح النور لكل بيروت، لكل لبنان، وشكرا لكم جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. يا هلا فيك. طبعا الحمد لله على السلامة. تجربتان مع كوفيد 19، مع كورونا، اختصريهما لنا لو سمحتي. يعيشك أول حاجة، يعيشك إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. هي تجارب قاسية جدا، تقريبا تجارب تضعنا بين الحياة والموت كما أقول دائما، ولكن أيضا في مواجهة مع أنفسنا. لذلك كانت تجارب، يعني أنا أعتقد أنها تستحق التدوين، وأعتقد أيضا أنها تمنح فرصة للتأمل في الذات وفي الآخر أيضا. نعم، جداريات العزلة، لماذا اخترت هذا الاسم، ومتى أتت فكرة كتابة الرواية؟ جداريات العزلة هي في الحقيقة في البداية لم يكن هناك مشروع رواية أو كتاب أو غير ذلك. كنت في الكوفيد الأول، يعني داخل عزلتي، داخل غرفتي، معزولة عن العالم تقريبا، عن أسرتي، عن كل الناس، ولم يكن يصلني بالعالم الخارجي غير الهاتف. ففي الأيام الأولى لم أكتب شيئا، ثم عندما أصبحت أشعر بثقة لهذه العزلة وثقة للمرض، كنت أدون بعض الأشياء، أحيانا أملي على جهازي بعض المشاعر، بعض التأملات، بعض الأفكار. ثم بعد تقريبا 20 يوم من إصابتي، قررت أن أحولها إلى جداريات، يعني قررت أن أنشرها على الفيسبوك في شكل جداريات. فأنشأت مجموعة صغيرة جدا، تقريبا فيها 10 أشخاص، أصدقاء يعني مقربين، وبدأت أدون وأنشر هذه اليوميات وهذه التأملات. في الحقيقة لم أنشرها كلها على المجموعة جداريات العزلة، لأنها تسمى هكذا، جداريات العزلة. ثم بدأت أيضا أنشرها على صفحتي العادية، صفحتي الخاصة التي هي بعنوان فتحية دبش، ولقيت التفاعل. ومن هنا جاءت فكرة تحويلها إلى كتاب ورقي، لأنه أعتقد أنه في عمر الإنسان، يعني من كان يتصور أنني سأعيش هذه التجارب لا فقط كمشاهدة، لأننا كلنا مشاهدون في نهاية الأمر لهذا الكوفيد، لهذه العزلة، ولكن أيضا كمريضة بالكوفيد في مرة أولى في مارس 2020 ومرة ثانية في نوفمبر 2020. ومن هنا جاءت يعني فكرة أن تتحول إلى كتاب ورقي، لأن في الحقيقة أنا أعتقد أن تحويلها إلى كتاب ورقي هو نوع من مقاومة الموت الرقمي. نعم. لذلك سأحولها إلى كتاب ورقي يصدر قريبا أرجو ذلك. بصراحة فتحية، بالنسبة لي وللوهلة الأولى عندما عرفت أن اسم الكتاب هو جداريات العزلة، خيل إلي أن جداريات آتية من الجدران الأربعة وليست من وول الفيسبوك أو جداريات الفيسبوك. نعم، لأنه في الحقيقة هي مسألة الجداريات، يعني نحن تعودنا على الجداريات في الشوارع، على التاج، الستريت آرت، ولكن في الفيسبوك نحن نفعل ذلك يوميا. عندما نكتب على الفيسبوك وننشر، هي أيضا جداريات، والفيسبوك أيضا يدعى بالجدار. فلذلك عندما كتبت يعني هذه المنشورات ونشرتها على جدار الفيسبوك، وجدت أن الأفضل لها هو جداريات العزلة، هو اسم الجداريات طبعا.
ومع ذلك يعني هناك أيضا هذا البعد الجدراني بين قوسين، لأنه تجربة صعبة جدا أن تكون بين جدرانك يعني وأبوابك مغلقة، ويعني لا تستطيع أن تقبل زوجك، ابنك، بنتك، يعني تجربة مرة جدا ولا أتمناها، يعني لا أتمنى أن يعيشها أي كان في الحقيقة. نعم، في جداريات العزلة تقولين إنك سجينة من دون تهمة. لا شك أنك كنت سجينة الجدران الأربعة، ولكن كروائية الروائي بالإجمال يكون على تواصل دائم مع ذاته. هل كنت سجينة ذاتك أيضا أم كانت مناسبة لتتواصلي أكثر وتتصالحي مع ذاتك؟ هي كانت مناسبة، لأنه الكاتب بصفة عامة يعني يعيش العزلة تقريبا دائما عندما يكتب، حتى عندما نكتب في الضجيج ومع الآخرين نحن في عزلة داخل ذواتنا وداخل رؤوسنا بين قوسين، وأنا أسميه الركض في الجمجمة. ولكن أن تكون يعني علاوة على عزلة الكاتب أنت معزول لأنك مريض، ثم معزول لأن أيضا جاءت فترة العزل العام وأنا مريضة أيضا، يعني أنا مرضت 4 مارس في المرة الأولى، وماكرون قرر أن يضع فرنسا كما كل العالم في عزلة إجبارية ابتداء من 16 مارس. فيعني كانت هناك أكثر من عزلة، كان في عزلة الكتابة، عزلة كورونا الخاصة وكورونا العامة، فكانت يعني عزلات كثيرة. وهذه العزلات منحتني طبعا أولا التواصل مع ذاتي، يعني كنت وصلت إلى درجة أنني أخاف أن أغمض عيني، فكانت هذه اللحظات يعني تردني إلى نفسي وأختبر نفسي، أختبر علاقتي بذاتي، علاقتي بالعالم، علاقتي بالأشياء من حولي. وأعتقد أنها كانت فرصة جيدة للتواصل مع ذاتي، ولكن أيضا اخترقت هذه العزلة بالتواصل مع الآخرين من خلال الجداريات، من خلال الفيسبوك. فلذلك يعني أنا أريد أن أحتفظ بهذا الاسم جداريات العزلة، لأنه هو في نفس الوقت أنا أعيش في عزلة مادية، ولكن معنويا كنت على تواصل مع الآخرين عبر الفيسبوك. نعم، تقولين أيضا في الكتاب أو في نهاية الكتاب كعبرة أحببت أن تشاركيها قراءك: أعيد النظر وأعيد الحسابات في ممارسة حياتكم. بماذا تنصحيننا بأن نعيد النظر؟ أنا أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر. هذه التجربة على الأقل هي تجربة نحن لا نعيشها بمعزل عن العالم، كل العالم يعيشها، ولكن نحن يجب علينا أن نستخلص منها العبرة، لا أن تمر هكذا مرور الكرام. يعني أولا استخلصت أنني أعيش اليوم كما لو كنت سأعيش طوال الدهر، وقد أموت الآن كما لو كنت يعني سأدهس بسيارة مثلا. الموت فكرة بعيدة عنا تماما، ولكن مع العزلة أصبح الموت والحياة يعني يتجاوران، يسيران جنبا إلى جنب، وعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. فعلينا أن نعيش حياتنا بشكل كامل، وعلينا أيضا أن نفكر في أن هذه الحياة ستتوقف بشكل كامل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نعيد النظر في علاقاتنا بذواتنا، في علاقاتنا بالآخر. أنا أنظر مثلا مجرد قبلة يعني لطفلك، لزوجك، لأخيك، لأختك، لأمك، أنت لم تعد قادرا عليها لأنك تخاف أن تمرر هذا الوباء، أن يمر إليك أيضا هذا الوباء. فهذه عبرة، يعني أن نكون في وقتنا في وقت عادي قبل أن يكون هناك الكوفيد نحن لا ننتبه إلى بعضنا البعض. الآن لابد أن ننتبه، أن نقول أن الحياة لا تعني شيئا، لا تسوى شيئا دون الآخرين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن شعوب قدرية جدا، وأنا رأيت يعني في العزلة كيف أننا نحاول أن نواسي أنفسنا بالدعاء، بينما العالم المتقدم يحاول أن يجد أدوية، أن يجد عقاقير، أن يجد تلقيحات،
أن يجد يعني مخرج من هذه الأزمة. ولكن في نفس الوقت نحن ننتظر. فعلينا أيضا أن نعيد حساباتنا، يعني عوضا عن هذه العقلية القدرية، يجب أن نزرع في أنفسنا وفي أولادنا عقلية علمية تتجه أكثر نحو البحث العلمي، تتجه أكثر نحو البحث التكنولوجي، لأن في نهاية الأمر لنا أن ندعو ما شاء الله لنا أن ندعو، ولكن الشفاء لن يكون بالدعوات فقط. حلو، يسلم تمك. يعني دعوة لعيش اللحظة، لأن الموت قد يكون في أي لحظة. نذكر طبعا بأنك كنت قد فزت بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2020 عن كتاب ميلانين الذي تتكلمين فيه عن برد فرنسا. هل هذا البرد الفرنسي اختبرتيه أيضا في برد العزلة؟ هذا البرد الفرنسي الذي كان في الرواية، في رواية ميلانين، في الحقيقة استحال دفئا في العزلة. لماذا؟ لأنه على عكس ما نتصور تماما، يعني أن المهاجر العربي في فرنسا مقطوع من شجرة، لا، نحن محاطون بأصدقاء، أصدقاء من أوطاننا الأم وأصدقاء من وطننا الثاني الذي هو فرنسا، لأني أنا أعتبره وطن ثاني في الحقيقة، وفخورة به جدا، فخورة بانتمائي إليه أيضا رغم كل ما كتبت في ميلانين مثلا. وكنت محاطة بالدفء من أسرتي في تونس، أسرتي في فرنسا، في ليون، في باريس، كذلك أصدقائي في تونس وفي كل العالم العربي، أصدقائي هنا في فرنسا، والناس هنا يعني في علاقاتهم، في علاقات الصداقة، أوفياء جدا، لأنهم يسألون دائما، يحاولون دائما يعني اقتراح المساعدة إن كان أم كان ذلك. نعم، برد فرنسا الذي كان في الرواية استحال دفئا في العزلة. حلو، بجواب سريع لو سمحتي فتحية، جداريات العزلة الفيسبوكية متى ستصبح في الأسواق؟ أنتظر أن تصبح في الأسواق في شهر 12، في شهر ديسمبر 2021. أنا الآن تقريبا أنتهي من التدقيق قبل النهائي، وستكون أنا مصرة أن تكون في الأسواق مع نهاية العام إن شاء الله، ونحن سنكون بكل فخر أول الشارين. الروائية فتحية دبش، يعيشك على هذه المقابلة الجميلة، أغنيتينا، ألهمتينا، كنت معنا من مدينة ليون في فرنسا. تسلم يا رب، والتحيات لكل بيروت الحبيبة، لكل أصدقائك في بيروت. تسلم يا